بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الريزيدوال بروبرتيز، وقلنا ان انا اقدر اجيبها من اكسبيرمنتال داتا. لو اقدر افاضل الزد بالنسبه للبريشر ات كونستنت تمبرتشر، وبعدين اكملها بالنسبه للبريشر، او اعمل زد ماينس 1 دي بي على بي، واعمل التكامل ده نيوميريكالي او جرافيكالي. المشكله بتاعت الحكايه دي ان انا لما اعمل تكامل نيوميريكالي او جرافيكالي وتفاضل نيوميريكالي، ده بيقلل قوي من الاكيوراسي، لان انا بضطر اعمل انتربوليشن. ممكن ما يبقاش عندي اكسبيرمنتال داتا كافيه ان انا تديني التكامل بشكل دقيق. فالطريقه الثانيه اللي هي بتستخدم اكتر ان انا استخدم ايكويشن اوف ستيت واعمل التفاضل والتكامل ده على الايكويشن اوف ستيت اناليتيكالي. والايكويشن اوف ستيت دي انا بجيب البارامترز بتاعتها من الاكسبيرمنتال داتا، واحنا شفنا قبل كده ازاي بنجيب التي كريتيكال والبي كريتيكال، ده طبعا من الاكسبيرمنت، ونجيب الايسنتريك فاكتور الاوميجا من الاكسبيرمنت. فلو عندي القيم دي، فاقدر اعوض في الايكويشن اوف ستيت واعمل التفاضل والتكامل اناليتيكالي، فبالتالي ما بضيعش الاكيوراسي زي ما بعمل لما بعمل نيوميريكال او جرافيكال انتجريشن. طيب خلينا نشوف احنا وصلنا ايه المره اللي فاتت. وصلنا ان الانسر بالحقيقيه بتساوي الانسبي بتاع ايديال جاس زائد الريزيدوال انسبي، والانسبي بتاع ايديال جاس فيها الريفرنس او عند تي 0 زائد التكامل من تي للتكامل سي بي دي تي من تي 0 لتي. والاس الحقيقيه بتساوي الاس بتاع ايديال جاس اللي هي كل ده، دي اس ايديال جاس زائد الاس ريزيدوال. والاس ايديال جاس زي ما احنا فاكرين قبل كده فيها ترمال فانكشن في التمبرتشر، ترمو فانكشن في البريشر، لان حتى الانتروبي بتاع الايديال جاز فانكشن في البريشر، احنا عارفين الكلام ده. فبالتالي ادي الاس ايدي اس ات ريفرنس بوينت زائد الترمو بتاع التمبرشر، هنا المين سي بي بالنسبه للانتروبي في لين تي على تي 0 ماينس ار لين بي على بي 0. طيب والمره اللي فاتت برضو قلنا ان الاتش ريزيدوال اقدر اجيبها من الزد لما اعمل التكامل ده، والجي ريزيدوال اقدر اجيبها من الزد لما بعمل التكامل ده، والاس ريزيدوال بطرح الاثنين من بعض فبقدر اجيب الاس ريزيدوال. طيب خليني انا اعمل التكامل ده لما يكون عندي ايكويشن اوف ستيت. هستخدم ايكويشن اوف ستيت بسيطه. الفيريال ايكويشن اوف ستيت احنا عارفينها دايما بنبدا بيها. فهاخد ترم واحد، هقول ان زد بتساوي واحد زائد بي بي على ار تي. طب ليه انا خدت فانكشن في البريشر مش فانكشن في الفوليوم؟ لان انا التكامل ده بالنسبه للدي بي، فانا لما اجي احط زد هنا او دي زد باي دي تي لازم تبقى بالنسبه للبريشر عشان اعرف اعمل التكامل ده. لو كان بالنسبه للفوليوم مش هعرف اعمل التكامل ده، لازم اغير التكامل، وهنعملها كمان شويه. بس خلينا نبدا بدي. زد بتساوي 1 بلس بي بي على ار تي، فزد ماينس 1 هتساوي بي بي على ار تي. وبعدين هحطها بقى في الجي ار، يبقى الجي ار على ار تي هتساوي التكامل من 0 ل بي، زد ماينس 1 ببي بي على ار تي، وبعدين في هنا بقسم على بي على بي، يبقى تبقى بي على ار تي دي بي. فدي مش فانكشن في البريشر فتطلع بره التكامل، يبقى هتساوي بي بي على ار تي. يبقى كده جبت الريزيدوال جبس من الايكويشن اوف ستيت. بس خد بالك البي دي فانكشن في التمبرتشر، دي مش كونستانت، هي كونستانت بالنسبه للبريشر بس هي فانكشن في التمبرتشر. طيب عشان اجيب الريزيدوال انسلبي لازم الاول افاضل الزد بالنسبه للتمبرتشر. فلو عملت تفاضل الزد بالنسبه للتمبرتشر ات كونستانت بريشر الزد اهي، فدي بالنسبه للتمبرتشر تفاضل واحد بواحد. تفاضل البي بي على ار تي عندي ترمين، البي فانكشن في التمبرشر وعندي تي تحت في المقام، يبقى بي على ار تي في دي بي باي دي تي لان البي فانكشن في التمبرشر بس، ماينس بي بي على ار تي سكوير. يبقى هو ده اللي انا محتاج اكمله. وبعدين لو خد بالك البي دي لما اجي اعمل التكامل هتروح مع البي اللي تحت، فهاجي اكمل حاجات مش فانكشن في البريشر، فهيطلعوا ببي زي ما طلعت هنا في بي، هيطلعوا دول فيهم بي في الاخر. ففي النهايه ال اتش ار على ار تي
هتطلع بتساوي P على R في B على T minus DB على DT. فلو عندي البي دي فانكشن في التمبرشر اقدر افضلها، والبي اهي كومنت هنا عند التمبرشر بتاعتنا، ويبقى انا كده جبت ريزيدوال انسبي. ولو عارف ريزيدوال انسبي وريزيدوال جيبس اقدر اجيب ريزيدوال انتروبي ان انا اطرح ده من ده. فلو عملتها هتطلع اس ار على ار تي تساوي ماينس بي على ار في دي بي على دي تي. ليه؟ لان الترم الاولاني ده هيروح مع الترم ده مطرحهم من بعض، هيبقى فاضل بس الترم التاني. طيب يبقى انا اذا من الايكويشن اوف ستيت ممكن على طول دي علاقات جبريه ما فيهاش لا تكامل ولا حاجه، خلاص انا بعوض بالارقام وبجيب الريزيدوال انثروبي والريزيدوال انتروبي على طول. طبعا بعد ما عرفت الريزيدوال انتروبي والانثروبي اقدر اجيب الانتروبي والانثروبي نفسهم من المعادله الاولانيه. طيب لو انا عندي الايكويشن اوف ستيت مش اكسبليسيت في البريشر زي دي، لو هي explicit في الفوليوم، تكون explicit في الفوليوم يبقى انا ما ينفعش احط الزد هنا function في الفوليوم وكامل بالنسبه للبريشر، انا لازم اكامل بالنسبه للفوليوم، فلازم احول الدي بي دي الى دي في. فخلينا نعمل كده، بدل ما اعملها بالنسبه للفوليوم هعملها بالنسبه للرو، والرو اللي هي بتساوي 1 على الفوليوم، وعايز مولر فوليوم بدل رو الفوليوم بير مول. في البي هساوي زد رو ار تي، زد بيساوي بي في على ار تي، يبقى اقدر اجيب منها الزد البي. يبقى الدي بي هتساوي ار تي، انا هعمل التفاضل ات كونستنت تمبرتشر، فزد دي رو بلس رو دي زد. اولى في التفاضل الثانيه زد الثانيه في التفاضل الاولى، والار تي ثابته. يبقى دي الدي بي. وممكن من لو اعوض بدي هنا تاني اقدر اوصل لو عملوها دي بسيطه، دي بي على بي بتساوي دي رو على رو بلس دي زد على زد، الكلام ده كونستنت كويس. ده بقى هاخدها واحطها في التكامل، التكامل بتاع الجبس والتكامل بتاع الانسيتي. فالجي ار على ار تي بتساوي تكامل من 0 لبي زد ماينس 1 دي بي على بي، صح؟ فهشيل الدي بي على بي واحط مكانها دي دي رو على رو بلس دي زد على زد. فالتكامل اتحول لتكاملين، واحد بالنسبه للرو واحد بالنسبه لزد. لما تكون البريشر بزيرو الرو بتوصل لزيرو، لما تكون البريشر بزيرو الزد بتبقى واحد ايديال جاز ستيت. فيبقى التكامل الاولاني حدوده من زيرو للرو، والتكامل الثاني هيبقى حدوده من واحد لزيرو. التكامل الثاني ده سهل جدا اقدر اعمله بسهوله، والاولاني هو اللي هيفضل زي ما هو حسب الرو دي بتتغير ازاي، او الزد بتتغير ازاي مع الرو حسب الايكويشن اوف ستيت، هبقى اعمله لكل الايكويشن اوف ستيت لوحدها. فلما اعمل التكامل ده دي هتساوي، يبقى هي دي الفانكشن الجديده للجي. يبقى انا دلوقتي الريزيدوال جيبس اقدر اجيبها برضو بالتكامل، بس المره دي بالنسبه لدي رو مش لدي بي. طب ليه انا عملت كده؟ لان انا عندي ايكويشنز اوف ستيت كتيره بتبقى فانكشن في الفوليوم مش في البريشر، زي مثلا الكيوبيك ايكويشن اوف ستيت او الفيريال ايكويشن في البريشر في الفوليوم، والفوليوم والرو هما زي بعض، الفي بيساوي 1 على الرو. ممكن اعمل نفس الكلام بالنسبه للانثروبي، هتلاقي في النهايه الترم فيه تكامل زي ما هو، وبعدين بلس زد ماينس 1. وبعدين لما اجي مثلا اعوض في ايكويشن اوف ستيت زي الفيريال ايكويشن اوف ستيت اللي هي اكسبليسيت في الفوليوم زي دي، طبعا دي هحولها للرو الاول كويس، ودي اللي هحطها هنا اهو واعمل التكامل. فلما اعمل كده اقدر اوصل ان الجي ريزيدوال على ار تي، يبقى انا هحصل على ان ريزيدوال جيبس بتساوي فانكشن الجبريك اقدر اعوض بيها على طول بمعرفتي بالرو والزد. ودي كان لازم اعمل تغير الدي بي الى دي رو عشان اقدر اعمل التكامل. طيب والانسر بي نفس الكلام، لو كملت لو اخدت ده وعوضت فيها الايكويشن اوف ستيت ان هاند، لازم افضل بالنسبه للتمبرتشر الاول، وبعدين ادخل بالك البي دي فانكشن في التمبرتشر والسي فانكشن في التمبرتشر، الواحد دي مش فانكشن في التمبرتشر، فهيطلع لي في الاخر الانثالبي ريزيدوال فيها ترمين، ترم فيه البي والدي بي على تي، وترم فيه السي والدي سي على تي.
انا كده وصلت لايه؟ ان انا ممكن اجيب الريزيدوال انثالبي والريزيدوال جيبس وبالتالي الريزيدوال انتروبي من الايكويشن اوف ستيت، سواء كانت بريشر اكسبليسيت زي ما كنا عملنا قبل كده او فوليوم اكسبليسيت زي ما عملنا دلوقتي. واستخدمنا المره اللي فاتت الفيريال ايكويشن اوف ستيت بتاعه البريشر، وهنا الفيريال ايكويشن اوف ستيت بتاعه الفوليوم، وطلعنا الريزيدوال انثالبي والريزيدوال جيبس. مرة جاية نتكلم على cubic equations of state، ازاي اجيب منها residual enthalpy و residual gibbs و residual